رفيقتي سيدتي الكريمات أصدقائي رفاقي سادتي الكرام، باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اسمحوا لي أن أرحب بكم وأشكركم جزيل الشكر على استجابتكم لهذه الدعوة، دعوة للحلقة الأولى من سلسلة من اللقاءات التي نعتزم تنظيمها حول القضايا الفكرية والثقافية التي تشغل بال التونسيين من المواطنين المتبعين للشأن الفكري بالذات والمفكرين والمثقفين والفنانين والمبدعين إلى آخره. وهذه السلسلة قررنا أن نفتتحها بأن يفتتحها معنا مفكر قرر أن يسخر حياته لمساءلة الواقع الذي نعيشه وتفكيكه ومحاولة إيجاد الإجابات لفهمه بل حتى لتغييره. وجاءت الثورة وكانت مليئة بالإيجابيات وبالسلبيات وما أكثر هذه الأخيرة، لكن من إيجابيات الثورة أنها وضعت صديقنا وزميلنا ورفيقنا بالمعنى الفكري والسياسي للكلمة يوسف الصديق وضعته في الصف الأمامي في المعركة التي أجبرنا على خوضها منذ الأيام الأولى من الثورة ضد محاولات نزلت علينا كالكارثة، محاولات الإسلام السياسي التي لم تعودها بلادنا. أناس أتوا وبرنامجهم أسلمتنا، أسلمت هذا المجتمع كأنهم على خارج من الجاهلية ومن أدغال القرون الوسطى. والحقيقة تبينت بسرعة من أن الهدف الحقيقي هو تغيير نمط المجتمع التونسي بصفة عميقة والمرجعيات الدينية كانت توظف توظيفا أحيانا سخيفا من أجل أهداف سياسية تبينت فيما بعد. الصديق المفكر المثقف الأستاذ يوسف صديق سيحدثنا اليوم، وهو ومعنى ما قدمتش بكم شوقا نقدم أعمال وكتب نتاعو إلى آخره من فوق سهرية وبعد ما مازلنا ما كملناش تعرفوه كلكم، يعني يحدثنا اليوم على موضوع من المواضيع المحببة لديه وهي استعمال آليات التحليل الحديثة كاللسانيات والمعجميات وتحليل الخطاب تطبيقه على وضع الخطاب السياسي التونسي بصفة خاصة منذ الاستقلال. الخطاب السياسي بصفة عامة والخطاب السياسي بعد التيارات بصفة خاصة. باسمكم جميعا أشكر الصديق يوسف جزيل الشكر وأعبر له عن امتنان المسار لا فقط لقبول هذه الدعوة بل الكلمات اللطيفة التي عبر عنها بترحيبه لهذه الدعوة. شكرا لك يوسف وإلى الكلمة. مساء الخير رفيقاتي ورفاقي بكل المعاني، لا أستثني معنى من المعاني كل رفيقاتي من أقدم مدد أقدم لحظة عرفت فيها على السياسة الطلابية كانت إلى جانب أحد فطاح هذا الحزب اللي هو عبد الجواد الجنيدي، وكنا في دار المعلمين العليا معا السنوات الأولى من الدراسة، وبعدها ثم كنت مع واحد آخر منكم أنتم من فطاح الكبار اللي هو أحمد إبراهيم خسارة مشوني، كنت أود أن نراه. ثم ثالثا وأخيرا أقدم رفيق بالمعنى
المعنى المدرسي للكلمه هو هنا هو شيخ دونيس. عرفته من منذ السنه الاولى في الابتدائي. اذا يحق لي ان اقول لهم انهم رفاقي بكل معاني هذه الكلمه. وشكرا لهم وشكرا لكم ولكل على هذا الحضور في الاستماع الي. اول شيء انا محتار باي لغه ساتحدث، واعتقد ان الملاحظه الاولى في غياب الخطاب السياسي والعنصر الاول في هذه المسامره هي اننا خسرنا لغتنا، لم يعد لنا لغه، لا بالفرنسيه التي كنا نجيدها ونحن نجيدها الان، ولا بالعربيه الفصحى، ولا حتى بالدارجه، التي تسمعون انتم في جل وسائل الاعلام الى فرنسيه سمجه والى دارجه سمجه والى عربيه فصحى اسمج واسمج. لا ادري باي لغه ساتحدث بكل هذه اللغات، وسأكون معبرا عن الحالة المرضية للغتنا التونسية الآن، ولحالة الخطاب ولحالة اللسان التونسي الآن. لعل منكم ومنكن من يتدارك هذا مع أبنائه وبناته ومع الشباب الصاعد بعدنا في جيل آخر. إذن قبل كل شيء اللغة في قضية السياسة هي فيها إشكال كبير. عندما تقول بوليتيك أو بوليتاس باليوناني أو بوليتيكس باللغة الأنجلوساكسونية، لا تمد هذه اللفظة حضارة ومعنى وعلم علامات سيميولوجيكمون، يعني لا تمد بصلة إلى كلمة السياسة بالعربية. هناك مطب معنوي كبير تدار، نقول نخلط انا بين الزوج ونسمع على الاقل اللي يحب يفهمني يفهمني. ثم تدار لينغويستيك سيمونتيك سيميولوجيك بين ما نريد ان نقوله عندما نتلفظ بالكلمه بالعربي بالاجنبيه بالغربيه بوليتيكس ولا بوليتيس ولا بوليتيك، وعندما نتلفظ بها عفويا باللغه العربيه. فالسياسه كلمه قديمه جدا تعني القيادة السلبية، ساسا يسوس، يعني مفروض أن يكون السائس أمام المساس، وأن يكون المساس في حالة ضعيفة وفي حالة يحتاج فيها إلى سائس، وأن يكون السائس أقوى، وأن يكون له كل السلطة في أن يسوس. و أقول أن الكلمة قديمة جدا، نجدها في تكوين كلمات فرعونية. رامسيس يعني السائس الوادي، رام هو الواد، وساس يسوس هو القائد الوادي. وهي كلمة ما زالت لحد الآن تحدد علاقتنا مع قياديين ومع زملائنا ومع من يهتم بشؤون المدينة كما عرفتها الحضارة الغربية، يعني لسيتي. هذا قبل كل شيء الأساس من أن علاقتنا بالسياسة هي علاقة مرتبطة قبل كل شيء بالمفاهيم. نحن لم نعد لنا مفاهيم قادرة على أن تحلل وأن تصل للتحليل الصائب لمسألة السياسة. هذا أعتقد أنه لا حول لنا ولا قوة فيه. لنذهب الآن إلى الخطاب السياسي تاريخيا. تونس، وهذا الرقعة من الأرض هي التي تهمنا الآن، تونس كان لها من قديم الزمان بوادر ما صيرها بلدا معروفا عندما كانت تسمى بإفريقية عند الرومان، أو قبل ذلك عندما كانت تسمى بالمدن التي استعمرها الفينيقيون وحلوا فيها وأصبحوا
مواطنين أوتوكتون، مواطنين أصليين، حتى غيرنا كلمة فينيقية إلى بونيقية، أي أنهم ينتسبون إلى النوميديين وإلى الفينيقيين في نفس الوقت، وخلقت هذه الكلمة. سياسيا كانت تونس منذ آلاف السنين تعتقد أن السياسة هي قبل كل شيء، التعلق بالكونية. حنبلة لم يكن أبدا فاتحا، لم يكن عسكريا ولم يكن فاتحا، بل كان إنسان يريد أن يفرض على روما التنازل عن إمبرياليته، وقد كاد أن ينجح في ذلك، ولم يكن يهمه أبدا أن ينتصر في معركة ما. انتصاره في ترازيمات أو انتصاره في كان غريب جدا في ذلك الوقت، لم يحتل المدينة ولم يحتل البلد ولم يضع فيها جيشا، وإنما اتجه إلى روما وحاصرها، وصارت الفاجعة عندما اتصل برأس أخيه مقطوعا من طرف أحد القواد الرومان ورجع ووجد أن روما لم تعد، أن كارتاج لم تعد أبدا تستسيغ هذه الحرب التي كان يقودها، لا ضد روما كأرض أو كمطمع، وإنما ضد روما كمهيمنة على البحر الأبيض المتوسط. هذا المثال. ثم لنقفز بعد ذلك عند أحد التونسيين الآخرين أو الذين صاروا تونسيين من العرب. أنتم تعلمون وإن كنتم لا تعلمون فاعلموا أن إبراهيم الأغلب مكون الدولة الأولى الإسلامية أرسل برسالة إلى هارون الرشيد خليفة ألف ليلة وليلة مدونة وموثقة ومعروفة، يخاطبه فيها بأن لن يورد له الجباية، وسيستعمل هذه الجباية في استعمال في تنمية بلاده إفريقيا، وأن لا يدعو له في المساجد، وإنما يحرض المساجد أن تدعو لقواد تونس ولأهل تونس، لا لذلك الخليفة الذي أصبح أسطورة من خلال ألف ليلة وليلة وزبيدة وابن واس كما تعرفون. إذن لنقفز أيضا في بداية القرن العشرين، نرى أن تونس كما يقول الناس كلهم الآن هي أول دولة نامية في ذلك الوقت أو مستعمرة قامت بإنشاء دستور، ثم أول دولة ثارت على اكتناف الفضاء العام من طرف الدين، عندما أرسلوا إلى الوهابيين رفضهم التام بأن يعتنقوا هذا المذهب الهجين. وبعد ذلك بقليل في الزمن الذي كتبت فيه أطروحة علي عبد الرازق ضد تطبيق الشريعة، وقد استقى هذا الشيء من القرآن الكريم، قال أن القرآن الكريم ينبه على أن استعمال الشريعة غير قابل لأن يستخرج من القرآن. في نفس الوقت كان هناك طار الحداد الذي كما يقولوا بالفرنسوية إلى أنفوسيكو، زاد الطين بلة، عندما قال بصريح العبارة في مرأتنا في الشريعة والمجتمع، قال أنه كل الآيات التي تخص الزواج والنساء والأسرة إلى آخره في القرآن هي موقوتة بذلك الزمن، وليس من الممكن أن يكبلنا المولى عز وجل، وكان مؤمنا طار الحداد وكان زيتونيا، ليس من الممكن أن يكبلنا المولى عز وجل إلى ملايين السنين بعد القرن السابع، وقد قنن للقرن السابع ولنساء القرن السابع ولحالة الأسرة في القرن السابع ولم يقنن لنا، وكانت هذه بداية انطلاق تونس إلى الحداثة في نظرية الأسرة على الأقل، بعد أن جاء السياسي الحبيب بورقيبة، فقبل أن يقوم بأي عمل سياسي مهم قبل أن يقيم الجمهورية قرر، ومستنداً إلى ما كنت أقوله وأقول
تونس بالحداثة منذ زمن طويل منذ حنا بعد استنادا إلى ذلك شرع لمجلة الأحوال الشخصية. الآن نرى أننا مهددين بالتراجع. مهددين بالتراجع أولا مع كل الأسف أن الأحزاب التقدمية كلها انحصرت واللوم ليس على التاريخ ولا على الأشياء ولا على مادية التاريخ وإنما اللوم على أنفسنا. تركنا المجال بطريقة بريئة وبطريقة ساذجة لمن فسخ كل ما قمت بوصفه منذ قرون. مكنوا حزبا من الأحزاب بأن يجتاح الفضاء العام. بعد مجلة الأحوال الشخصية بدأنا نوظف لفضاء عام يستطيع أن يبقى فيه الوجه عاريا لكل مواطن، على الأقل الوجه عاريا. الآن أصبح الشيء منقلبا تماما وأصبح الوجه العاري الصبوح لامرأة أو حتى لرجل أصبح غير قابل للنظر ومفرط في رفض الآخر، في رفض النظرة الأخرى. هذا من الأشياء البسيطة، لكن سياسيا لم نقدر على خلق خطاب يمكن للأحزاب الحدثية الأخرى أن تناضل ضد هذا التطور السلبي. فقد مددنا أيدينا على الأقل أسماعنا لحزب بدأ بتكثيف أولا المساجد ضد المستشفيات والمدارس وآخره، وجعل من الفضاء العام مصلى، بينما نحن نعرف أن في الدين المصلى مكان غير محدد، فإنما تولوا وجوهكم فتم وجه الله. وأن لو كان أمامي أحد إخوان بالمعنى الحزبي للكلمة لا ذكرته بأن طوال سنين مكة لم يكن هناك صلاة، كان هناك ما يسمى بالفرنسية بريكويمون، الناس جالسين أو متكئين ولم يكن ممكن أن يكون لهم صلاة، ويتعجبون أو يهاجمونني عندما أقول أن النص الذي أمر بالفرائض لا تحديد فيه للصلاة، ليس هناك خمس صلوات أبدا، وإنما الخمس صلوات جاءت بعد قرنين ونصف بعد أن جاء الحديث، وجاءت أحاديث لابد أن نقول لأولادنا ولشبابنا أنها مخجلة في استعمال الأسطورة واستعمال الخرافة. عندما طلع صعد رسول الله إلى السماء أمر بخمسين صلاة، فلما نزل قال له موسى بماذا أمرت؟ قال بخمسين صلاة، قال لا تقدر أمتك على ذلك، فاطلع اصعد إلى ربك مرة أخرى لعله ينقص، حتى خمسة أو ست مرات أصبحت خمسة. قال لا أنا حاشم ما لازمش نرجع له مرة أخرى خمسة، نعرف ياسر أنا بالضبط. لا بالضبط، هذا حديث البخاري. قال لا خذها وقي، قال لي خمسة ما عادش نجم نرجع له، وهاي ولات خمسة. على المهزلة هذه يلزم أولادنا يفهموا أنها أسطورة على الأقل، كما الأساطير التي نراها في عند اليونانيين أو الإسبان أو الروس أو الصينيين إلى آخره. أما أن تكون قاعدة للتشريع وأن يخلق أحاديث متناقضة مع النص، مثلا كيف يمكن أن يقول نص جاءه وحيا من عند الله عز وجل أن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد ولا الغي، وأن يقال لنا أن هناك حديثا يقول حدثني فلان 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 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا في الله إله. ليس هناك تقاطع وتوافق بين هذين الشيئين، إما لا إكراه في الدين وإلا أن يؤمر رسولنا أن يقاتل الناس حتى يقول ناس الإسكيمو
والامريكاني والهندي والناس كل الناس الناس كل. اذا كيف لم نقدر مده الخمس سنوات على الاقل بعد 14 جانفي وخاصه مده الحكم المهيمن المباشر للنهضه عندما تحدث الرقم الثاني منها عن اللحظه الربانيه عن اللحظة الربانية وعن الخلافة السادسة. كيف لم نقدر سياسيا أن نؤسس خطابا يقول أن ليس هناك أبدا خليفة واحد في التاريخ لم يكن ظالما ومستبدا وخاصة لم يكن موافقا للفقهاء. تعلمون أننا أربعة خلفاء نعتمد على كل المسلمين يعتمدون عليهم إذا استثنينا الشيعة مالك وابن حنبل وحنبل وابو حنيفة وشافعي كلهم رفضوا الخليفة وكلهم رفضوا الخليفة لأنها أنقصت من القرآن آية أمرهم شورى بينهم وأصبحت وراثة منذ أن تولى الحكم أحد أصحاب النبي معاوية. منذ ذلك الوقت نزعت آية ف الفقهاء كانوا تقدميين بصفة كان أبو حنيفة يجلد البصرة من طرف الوالي وكان ابن حنبل يعذب من طرف المعتصم لأنه ومالك بن أنس يأتيه المنصور ويقول له اعترف بالخلافة وأتي إلى بغداد قاضي للقضاء فكان يرفض والشافعي نفي من العراق إلى مصر ولم يمارس الإفتاء أبدا بعدها في مصر. إذن الفقهاء كانوا تقدميين أكثر من الساسة والسياسيين المعاصرين. إذن الخلافة كانت بمثابة ما يسميه مونتسكيو بديسبوت لديسبوتيزم أبسولي وكان يفعل ما يشاء. إذن يأتينا إنسان في القرن 21 ويعيدنا بالخلافة كيف اعتبرناها فذلكة واعتبرناها أضحوكة ولم نؤسس عليها خطابا يمكن أن تستسيغه الناس فنفهمهم أن هذا خليفة لم يكن في يوم من الأيام إلا قتالا إلا يستنجد بالنطع وبالسيف وبمسرور إلى آخره كما تعلمون والجواري إلى آخره. ثالثا الأولى هي أن الفضاء العام ضد كل شيء قد تم اجتياحه. الثانية الاستناد إلى الخلافة ولحد الآن هذه الأحزاب تستند إلى وعد الخلافة لحد الآن. إذن إذا كانت تستند إلى فإن الذي قبلناهم في أولئك الذين قبلناهم في المجتمع السياسي الذي يديرنا الآن والذي نتعامل معهم هم بالضبط كما قلت في أحد وسائل الإعلام ليس بينهم وبين داعش مفارقة طبيعية ديفيرونس دو ناتور وإنما بينهم وبين داعش مفارقة في الدرجة ديفيرونس دو دوغري. وإذا كانت داعش تعتقد أن هناك منعطفا قصيرا الركوسي حتى تحقق بالذبح أو بالقتل ما تصبو إليه فإن هؤلاء سيلتحقون بها والزمن يعمل لصالحهم. إذن لابد لنا من بناء خطاب سياسي يتوجه إلى هؤلاء ويتوجه إلى أذهان من اتبعهم حتى يكون لنا خطاب يسمح بأن نتبوأ في وقت من الأوقات المكان الذي رفضته لنا صناديق الاقتراع التي كانت مزورة لدي بي بي من أول بكل وكنا في موضع المثل التونسي اللي مديدك حميلك واعتقدنا أن هذا الخطاب السياسي للنهضة هو خطاب أصبحوا حكماء معه وأصبحوا عقلاء ولكنهم يتبعون سياسة معقدة ولكنها رتيبة ستذهب بنا إلى عصور التخلف القصوى. نعطيكم مثال سهل أنه كيف لم نحلل أن الهدية التي أعطيت لدى تونس في
بأن حذفت من الدستور مسألة العمر. كيف لم ننتبه إلى أنها كانت بمثابة انتصار النهضة تماما وتخول لها بأن تجعل كل الشارع السياسي شارع تمتلكه وتستعبده وتتلاعب به كما تريد. أنا طبعا جئت لألقي بعض الأفكار معكم، ولكن أهم شيء في وجودي معكم إن تفضلتم وإن تفضلتنا هو أن يكون هناك بيننا تبادل الأفكار، وأن يكون هناك ما يمكن بأن نصل معا إلى حصيلة في ما كنت أشرت إليه إشارة فقط. والسلام عليكم وعليكم.